حدث إقليم بوجدور بموجب الظهير الشريف 468-76 واحد سنة 1976، وأطلق عليه المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه إقليم التحدي. فمنذ ذلك الحين ومسيرة النماء متواصلة على جميع المستويات والأصعدة، بعدما كان مجرد منارة تستدل بها السفن أصبح اليوم إقليماً يضاهي كبريات الحواضر، التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية والشوارع الشاسعة والبنيات التحتية، منجزة تتعزز لينعم رعايا جلالة الملك محمد السادس بظروف عيش كريم. الملتقى الجهوي الأول للعدو الريفي بين المناطق لبنة أساس في الجسم الرياضي ببوجدور، والمنظم ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان كبار، ملتقى يهدف إلى إحياء أمجاد أم الألعاب بإقليم التحدي. فئات أربع مشاركة في هذه النسخة الأولى تهم البراعم بجنسيه وكذا الصغار الفتيان والشبان. مدار رسم بعناية على طول مسافة 1000 متر. أشرف على انطلاق هذه المسابقات عامل الإقليم والسلطات المدنية والعسكرية إلى جانب المنتخبين وأعيان الإقليم. تنافس حاد شهدته أطوار هذه المسابقات التي تعتبر محكاً حقيقياً لأبناء إقليم التحدي، أسوة بسابق عهد إخوانهم الذين أبانوا على علو كعبهم أمثال المرحوم الرباع والعداء إطو. بالنسبة للنتائج المتحصل عليها اليوم هو بروز أو إبراز أو إشعاع هذه الرياضة بالإقليم، هي رياضة ألعاب القوى، وكتصادفنا مع بداية أو انطلاقة مهرجان بوجدور، أي مسألة جد إيجابية بالنسبة لنا إحنا، لأننا رسمنا خارطة الطريق للنهوض بقطاع الرياضة بالإقليم، وعلى رأسها كنا نهضنا بكرة القدم، اليوم كنمشوا لألعاب القوى، وهي مسألة إيجابية وكتصب كذلك في التنمية. ملتقى عنده مستوى جيد لانه تتشكل في 4 المناطق، لمنطقه مراكش اسفي ومراكش منطقه اكادير السوس ماسه، بالاضافه الى قلمي موادنون، وكذلك العصبه المنظمه او المشاركه في التنظيم هي عصبه جهه العيون بوجدور. المتوخى من هذا الملتقى هو احياء واعاده احياء الماضي المشرق للعاب القوى في اقليم بوجدور، هذا الاقليم اللي اعطى ابطال لمثل المنطقة والفريق الوطني في البطولات المدرسية. ليختتم هذا اللقاء بتتويج الفائزين في مختلف الفئات المشاركة، وشح صدورهم بالميداليات عامل الإقليم الذي يسعى بمعية القيمين على الشأن الرياضي إلى إحياء أمجاد هذه الرياضة محلياً. تنظم المديرية الإقليمية للفلاحة لبوجدور يوماً تحسيسياً حول موضوع تثمين وتسويق النباتات العطرية والطبية، والذي يندرج ضمن الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، وذلك لفائدة التنظيمات المهنية من أجل الرفع من قدراتها التنافسية وتثمين منتجاتها وفق معايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والبحث عن سبل تصنيع وتثمين المنتجات المجالية. خصنا هذا اليوم، هذا يوم دراسي حول تثمين وتسويق المنتجات المجالية اللي قدمنا فيه أو شرحنا فيه مجموعة من الأمور، ووضحنا فيه مجموعة من المسائل اللي هي مهمة وأساسية للتنظيمات الأساسية كما كتعرفوا. فالاختيار ديال هذا الموضوع هذا جاء لأن عندنا واحد طلب، عندنا واحد مركب هنايا ديال المنتجات المجالية بإقليم بوجدور، واللي بدينا كنستغلوه اللي كتستغلوه هي اتحاد منار بوجدور، واللي فيها واحد كتضم واحد تقريبا 13 او 14 تعاونيه او تنظيم مهني عموما. هذا اللقاء كنستافدوا منه بزاف، خصوصا ملي كدير لنا وزاره الفلاحه، على اساس استفدنا بزاف، زدنا تنمينا اكثر من اللي كنا يعني، ودرنا شي
يعني منتج جديد على صعيد المغرب كامل. أعطونا التعليمات اللي نمشوا عليهم وهو اللي نفعنا، هو اللي التكوين والأيام التحسيسية والدراسات هي اللي نفعتنا. احنا بالنسبة لنا احنا قاع مخلصين عليها الفضة من أجل باش نتكون ونعرفوا كيفاش مخلصين عليها احنا الفضة قبال، ومنين قاع نجبرها بلا فضة زينة عندنا ونافعتنا بينا مستنفعين لا منها وباش تعلمنا وباش مشينا على سيرة الخدمة والقانون والخدمة القانونية لا منها. نحاول اننا المشاركين في هذا اليوم التحسيسي اننا نبسطوا لهم الطرق ديال التثمين والطرق ديال التحويل والطرق ديال المحافظه على الجوده ديال المنتوجات ديالهم طيله مده الاستعمال ديالها. وبطبيعه الحال لا بد انه حاولنا اننا نديروا واحد الجرد للاعشاب اللي كاينه في المنطقه واللي عندها واحد القيمه تجاريه كبيره باش ما يكونش هذاك التخبط في المواد اللي ما عندهاش واحد القيمه. وعاد من بعد اننا حاولنا نشرحوا لهم ونبسطوا لهم المصادر ديال التصدير ديال هذه المنتوجات سواء بالنسبه للاتحاد الاوروبي او لدول الخليج. التكوين والمتابعه سياسه تنهجها المديريه الاقليميه للفلاحه لبوجور من اجل الرفع من قدرات التنظيمات المهنيه بالاقليم من اجل تثمين افضل لمنتجاتها المجاليه لتكون رافعه اقتصاديه واجتماعيه وفق ما يسعى له جلاله الملك محمد السادس من اجل تعزيز قدرات المجتمع المدني لخلق الثروه. من مدرسة الحسن الثاني انطلق كرنفال بوجور المنظم ضمن النسخة السابعة لمهرجان أكبار الذي يسعى إلى الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال تجسيد كل ثقافات المملكة، ليؤكد المنظمون من خلال هذا الكرنفال على لحمة الوطن وارتباط أهل الصحراء بأهداب العرش العلوي. الإبل ومكانتها لدى الإنسان الصحراوي حاضرة بقوة من خلال مجموعة من الهجانة إلى جانب صهيل الخيل التي ترمز إلى أصالة العريقة للشعب المغربي. الغاية من هذا الكرنفال هو تثمين الثقافة الحسانية من جهة، تثمين الإنجازات المرتبطة بخدمة الشباب والرياضة في الإقليم. طبيعة الحال مدينة بوجور هي مدينة عرفت الكثير من الأوراش المهمة ولاحظنا حصيلة التنمية فيها على مستوى الانعكاس البشري ولا المجالات الأخرى شيء مهم جدا. وهذا الكرنفال والاستعراض بصفة عامة هو يعني تعبير عن فرحة عمومية من خلال مشاركة مختلف القطاعات المجتمع المدني كذلك من أجل يعني نقل صورة بأن جميع الفعاليات هنا مشاركة من أجل يعني تعبير عن الفرحة بهذه الذكرى 43 المسيرة. شباب من مختلف الأعمار ينتمي لفعاليات المجتمع المدني شارك بكثافة لإنجاح النسخة السابعة من مهرجان أكبار إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية. هي فسيفساء زينت جنبات شارع الحسن الثاني الذي شهد توافد جمهور غفير حجة لمتابعة أطوار هذا الكرنفال. هذه المشاركة بغينا حنا نبينوا باننا رياضة جديدة خاصها تكون معاهم في هذا العيد المسيرة وننشطوا مع الناس ديال المنطقة ان شاء الله ويكون داك الشيء بخير. مشاركة زينة ما شاء الله وحنا مشاركين باش نحيي تراثنا وتراث اهلنا وجدودنا وحنا شباب المستقبل الى ان شاء الله نحيي تراثنا ياك ما تطيح وما تغبر. شاركنا باش نخلوا التراث من جيل لجيل وشاركنا بدورنا في هاد مهرجان 43 تخلي الذكرى 43 ديال المهرجان باش نشاركوا بتراث لعبه راح باش نخلوها من جيل لجيل ان شاء الله وتبقى مستمره للاولاد ولادنا وتركتنا الجايه ان شاء الله. لوحات استعراضية أمام المنصة الشرفية تابع فقراتها عامل الإقليم رفقة السلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين. أدى خلالها المشاركون عروض نالت إعجاب الحضور.
منطقة أم القطم شمال مدينة بوجور نصبت خيمة الشعر الحساني التي تحاكي ما كان عليه مجتمع البيضان في ماضي الزمان، مجموعة قيم إنسانية تختزل ذاكرة شعبية يتناغم فيها الشعر والموسيقى ليعطي السينوغرافيا يحافظ بها على خصوصية الإلقاء الشعري المتواتر عبر الأجيال. قلت لجواد ما يقبلوا ما عطاه فتوت، فات هذا كامل من قاد غير نحن ذبها وجبوت، فات لينا سياب وعاد كل حد بهم مكتوت، وعاد لغنا كيف التيتي واجع بمقه منعوت، شاد ذاك علينا غير عاد فضلنا كيف نموت. هذه النسخة السابعة اللي من مهرجان كبار، وهي نسخة شاملة فيها شاملة من جميع الفقرات. هذه المرة ركزنا على خيمة الشعر، هذا يدخل في إطار تثمين الموروث الحساني الصحراوي اللي في الدستور. من أجل هذا عندنا أنشطة كثيرة الحمد لله موازية في هذا المهرجان، اللي هو جف سياق بالدرجة الأولى الاحتفالات بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وجمل للمسيرة الثانية إناعة مؤهلات الإقليم التنموية اللي يزخر بها الحمد لله وحبها الله بخيرات ياسر هذا الإقليم. هذا نعته للمستثمرين جو يستثمروا في قطاعات مؤنثة من أجل تنمية هذا الإقليم، المصلحة العامة لهذا الإقليم، مصلحة المملكة المغربية الحمد لله الشريفة. ما يخص الخيمة ومنفوعها على التراث الحساني هو أنها دائما تستقطب مجموعة من الشعراء الدوليين من موريتانيا الشقيقة والشعراء الجهويين القادمين من الجهتين، جهة عين الساقي الحمراء وجهة الداخل والذهب، إضافة إلى شعراء محليين. هذو كاملين الفائدة اللي تحصلهم هون هو أنهم دائما تلاقوا التجارب صقل المواهب، وهذا كامل هدف واحد وهو الحفاظ على الموروث الحساني الشفهي اللامادي اللي في الحقيقة عاد فاصل في التدوين. نوع من التظاهرات مهم به اللي يجسر بين الأطفال الناشئين والأجداد اللي الناس اللي فاقت عليهم عندهم التراث، يعني هذا النوع من التظاهرات هو معبر بين ثقافات الأجيال، وهو مهم به اللي هو اللي يحافظ على التراث وخصوصية مجتمع البيضان. النوع من التظاهرات اللي ينعتوا فيه البيضان تراثهم الغني موسيقيا والغني شعريا والغني أدبيا. الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع الصحراوي وصيانة الذاكرة الشعبية من بين أهم أولويات هذا النشاط الثقافي الذي أثث جنباته ثلة من الشعراء الشباب الحاملين لإرث الآباء والأجداد. مهرجان زين ومهم، وانا جيت مدعو من ضمن الشعراء بخيمة الشعر الليلة، ونرى أن مهرجان زين ومهم حتى بأقصى الأهمية للحفاظ على التراث الحساني والموروث المنطقة كاملة على العموم. نفتخر في الشباب هذه الأمسية الشعرية لأنها لتجدد لنا تراثنا، وله مثلا تعطيه الحيوه عن طريق الشعر، وكذلك الاستماع للشعراء الكبار اللي عندهم واحد نفس كبير اللي نستفاد منه كالشعراء الصغار اللي نشهد به العيد إن شاء الله. تحتفل بوجدور بهذا التراث وبهذا العيد الوطني. خيمة الشعر هذه هي يعني عنها موروث ثقافي، وهي تراث بالنسبة للإنسان الصحراوي في الأقاليم الجنوبية
خيمة الشعر هذه انخرط فيها الشباب من أجل تعريف بهذا التراث ومن أجل الخوف عليه من الاندثار ومن أجل إحياء هذه الذاكرة التي ستظل رمزا من رموز الأقاليم الجنوبية.